بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا آيات من سورة الشعراء. هذه السورة التي قلنا إنها تدور حول التأكيد على صحة الدين برد شبهات المفترين على أنبياء الله المرسلين. هذه السورة أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر فيها بطشه ونقمته على المعارضين لأنبياء الله تعالى. والأنبياء عليهم السلام هم هداة الله تعالى، وهم نور هذه الأرض، كما قال حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله: وليس على ظهر الأرض نور يستضاء به إلا نور النبوة. فما أتى به الأنبياء عليهم السلام حضرتك حطه في كوم، وما يأتي به غير الأنبياء عليهم السلام حطه في كوم تاني خالص. لا يستوي أبدا النور والظلام. الأنبياء تحدثون بوحي من عند خالق الأرض والسماء، من عند خالق الإنسان الذي يعلم ما يصلح حاله في الدنيا والآخرة. فلذلك الله سبحانه وتعالى تشتد نقمته على من يعارض النبوة، من يعارض أنبياء الله سبحانه وتعالى، إما معارضة صريحة بالكفر بهم، أو معارضة خجولة بالنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أو معارضة فيها غلبة للنفس والهوى بالإيمان بهم لكن مع تغليب الأهواء الشيطانية وشهوات النفس المريضة. فكل هؤلاء على خطر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من هؤلاء. كنا وقفنا في المرة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. سورة الشعراء بدأت بمقدمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها موقف المكذبين بآيات الله تعالى، ثم بدأت السورة من الآية 10، بدأت السورة بعرض قصصي يبرز موقف الأقوام السابقة من النبوة والمعجزة. فابتدأت السورة بعرض قصة موسى عليه السلام، لأنه عليه السلام هو الذي أيده الله تعالى بمعجزات محسوسة، بالإضافة إلى تأييده بآيات الوحي. هذا النبي الذي برز شرك قومه بوضوح في تأليه فرعون. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه، هذا القول من أشراف قوم فرعون، يعني الملأ، يعني المستشارين والوزراء، يعني الحاشية، يعني جلساء الملك. هؤلاء قالوا أرجه وأخاه. أرجه، الإرجاء هو التأخير، يعني استنى عليه شوية، ما تعذبهش دلوقتي، لا تبطش به الآن. أرجه وأخاه، يعني استنى، أخره وأخاه هارون، ولا تعجل بالعقوبة حتى نسقط هيبته ومحبة الناس له. يعني هو
الجماعه المستشارين دول طلع عندهم ذكاء شويه، لان لو فرعون قتل سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى كعاده الشعوب الفقيره المضطهده، انه لما بيقوم واحد يدافع عن حقوقها وبعدين الظالم يقتل هذا المدافع عن الحقوق، بيبقى قتل هذا المدافع عن الحقوق شرارة لثورة، وبيبقى رمز عند الناس وبيعظموا الناس، فبالتالي فرعون هيخسر. فالحل ان هم يعملوا ايه؟ الحل السحري اللي دايما الظلمة والمتجبرين بيتبعوه، الحل هو الاسقاط المعنوي. يعني هنقول فلان ده مجنون، فلان ده كذاب، فلان ده ساحر الأول، وبعد كده بقى لما خلاص يسقط معنويا عند الناس، ساعتها يبقى اغتياله أمر سهل إذا كان فيه خطورة، أو حتى ما يغتالوش نسيبه كده يعيش بالعار اللي احنا ألحقناه به طول حياته. هذه هي الوسيلة المتبعة دائما. الآن في العالم المعاصر بيعملوا نفس الكلام تقريبا، لكن مع أمور ما كانت تخطر لبال إبليس قديما. فأي حد الآن يعني يطالب بحقوق الناس أو نحو ذلك، ممكن يعني إيه يطلع عليه إشاعات إنه يعني إيه رجل بتاع ستات وحاجات من هذا القبيل، أو بيتاجر في المخدرات، حاجات كده إيه جرائم أخلاقية. يعني زمان كان يقول لك ده كذاب ودي تكفي، كذاب دي تكفي لإسقاط شرفه قديما. دلوقتي الكذب لأنه بقى حاجة عادية، فما بقاش كفاية، ما بقاش كفاية أنه الإنسان يبقى اسمه كذاب، لا لازم جنب الكذب حاجة أخلاقية. فكانت الخطة التي اتبعها مستشاري فرعون أن هم لابد من إسقاط سيدنا موسى عليه السلام معنويا الأول. لذلك واجبنا إحنا يا أخوانا أن إحنا لا نصدق كلام الناس بعضهم في بعض، ده واجب أخلاقي علينا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه من نقل عن أخيه شيئا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأصحابه لا تحدثوني عن أحد فإني أحب أن ألقى الناس بقلب سليم. فإحنا لازم نقفل حنفية، نقفل مصورة الأخبار المتداولة بين الناس اللي معظمها أحلام وأماني وأوهام كاذبة، خاصة لما يكون مصدرها، اسمحوا لي يعني، خاصة لما يكون مصدرها جلسات نسائية، لأنها عادة لا تعتمد على معلومة وإنما بتعتمد على تحليلات عاطفية، فتؤخذ هذه التحليلات العاطفية تنقل على أنها معلومة، فيبقى الحاجات اللي هي ده أنا حاسة إن فلانة فيها كذا تنقل على إنه لا ده فلانة فعلا عندها كذا، ونبدأ بقى في المرحلة الثالثة نحلل، طب يا ترى هي عندها كده ليه؟ علشان حصل كذا ولا عشان حصل كذا ولا عشان حصل كذا؟ في المرحلة الرابعة نبدأ نقول ده أكيد عشان حصل عندها كذا بتعمل كذا، وفلانة يا عيني نايمة على ودانها مش عارفة أي حاجة خالص، وتفاجئ إن البلد كلها بتتكلم عنها. فنحن واجبنا الأخلاقي إن احنا نتثبت كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا ما سيبش وداني لأي أخبار كده تجيلي، لازم أشوف المعلومة دي مين قالها وقالها في أي سياق ويقصد بها إيه وقالها لمين وقالها إزاي وقالها أصلاً ولا ما قالهاش. ما سيبش كده أي حاجة تتقال على الفيسبوك ولا على وسائل التواصل ولا الفيديوهات ولا كذا أصدقها، لا، المسلم أعز وأكرم وأشرف من أنه يترك ولانه ويترك عينيه هكذا لكل من هب ودب يلقي فيها أوهامه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يبقى التبين والتثبت. طبعا التبين والتثبت ده كمان مطلوب في نطاق ضيق، اللي هو إيه؟ اللي هو في الأمور التي تخصني، يعني الحاجة اللي هتؤثر علي مباشرة. طب الحاجة اللي متخصنيش، أنا لا مطلوب مني أتثبت ولا مطلوب مني أصلا أهتم بالموضوع، الموضوع أصلا لا يهمني. يبقى أنت إذا كان الموضوع يهمك وده 90% من موضوع الدائرة، أنت أصلا تقول يا جماعة الموضوع ما يهمنيش، معلش أنا مش فاضي، سلام عليكم. طب الموضوع يهمك شخصيا أو يلمسك ولو من بعيد،
يبقى مطلوب منك برضو ما تصدقش، مطلوب منك تعمل إيه؟ تتثبت وتتأكد من الأخبار. إذن لو اتبعنا المنهج ده، وهو المنهج ده خدوا بالكم، هذا المنهج هو الذي أنشأ عند المسلمين علم عظيم اسمه علم توثيق الأخبار، الذي به عرفنا صدق السنة النبوية. يعني احنا ازاي الآن بنجزم بأنه كل ما في صحيح البخاري نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ايه؟ بالحب كده؟ جدعانة مننا كده؟ لا طبعا، بناء على منهج علمي، ومنهج الاستيثاق من الأخبار، معرفة كل واحد هو مين بالضبط، وقال ايه وما قالش ايه، وهل عرف عنه الكذب والأمانة والصدق ولا لم يعرف، إلى آخر ما هنالك. فإذا أنا واجبي إني أتبين حتى لا أتهم الناس بالكذب، حتى لا أكون واحدا من الكذابين المفترين. طيب، إذا نرجع لقصة موسى وفرعون. قال له، قالوا إيه؟ أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. طيب هيزاي يسقطوا سيدنا موسى عليه السلام معنويا؟ وإن هم هيجيبوا سحرة يظهروا إنه سيدنا موسى عليه السلام هو ساحر مثلهم، بإن هم يغلبوا أمام السحرة فيظهر أنه ساحر مثلهم، وإن ما فعله ليس سوى يعني حيل يأتي بها السحرة، أو إن هم يأتوا بهؤلاء السحرة حتى يبطلوا سحره أمام الناس، فإيده التي أخرجها من جيبه هذه بيضاء للناظرين، يجي واحد ساحر بنفس الطريقة التي أضاء بها موسى، يقول لها يقرأ نفس العزائم ويقرأ نفس الكلمات أو كلمات مضادة، فيجعلها مثلا تنطفئ أمام الناس، فيبطل سحر مين؟ سيدنا موسى عليه السلام أمام الناس، وبهذا يظهر أمام الناس جميعا إن سيدنا موسى ما هو إلا ساحر بيدعي النبوة وبيكذب على الناس، وهو لا جاي من عند ربنا ولا حاجة. وأرسل في المدائن حاشرين. المدائن المدن المصرية، حاشرين مبعوثين. طب هيعملوا إيه المبعوثين دولت؟ يأتوك بكل سحار عليم، يعني يجمعون لك كل سحار، مش ساحر، فعال. سحار فعال صيغة مبالغة، يعني واحد ماهر في السحر، مش ساحر عادي كده لسه متدرب لسه هاوي، لا احنا عايزين المحترفين اللي هم معلمي السحرة، أساتذة السحرة، علشان يقفوا أمام سيدنا موسى وإيه ويقضوا عليه تماما وتقوموش أمة بعد كده. يأتوك بكل سحار عليم، يعني يأتوك، خد بالك كلمة يأتوك، يأتوك أتى يعني إيه؟ يعني من مكان بعيد، فهم هيجيب السحرة حتى ولو كانوا في أبعد مكان في مصر، حتى لو في أقصى الصعيد، يجيبوا مخصوص علشان يقوموا بهذه المهمة التي كلفوا بها من قبل فرعون لعنه الله. فإذا يأتوك بكل سحار عليم. طيب، وعليم تدل على إنه إيه؟ مش ماهر بس، ده ماهر متفوق عارف. فإذا هو إنسان إيه؟ ماهر بمعرفة بعلم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع السحرة، جمع، خد بالك برضو من كلمة جمع، مش اجتمع، لا جمع. إيه جمع يعني؟ يعني هم فعل بهم الجمع، كعادة الظلمة والطغاة، إن هو إيه؟ هتولي الناس، فالناس تروح بأوتوبيسات عشان تنتخب، الناس تروح ايه راكبة كده هو، يلا غصب عنك هتعمل ده، غصب عنك هتهيص عشان نحتفل كلنا بنجاح الزعيم، غصب عنك هتسقف والزعيم بيتكلم. فجمع، شوفوا الناس بتساق سوقا لنصرة الايه، نصرة الايه، الزعيم المفدى. فجمع السحرة، فجمع يعني جمع جنود فرعون السحرة، يعني في كمان قهر وفي مذلة لهؤلاء السحرة، مش معنى ان احنا جبناك عشان تعمل لنا شغلان ان خلاص تبقى واحد مننا، لا، انت هتعملها وراسك في رقبتك، تعملها تحت التهديد. فجمع السحرة
لميقات يوم معلوم. لميقات يوم معلوم في يوم محدد لإجراء هذه المباراة في يوم محدد في زمان محدد في مكان محدد حتى يتبارهم سيدنا موسى عليه السلام. وكان هذا في وقت الضحى في يوم الزينة. يوم الزينة اللي هو بيقول بعض المفسرين اللي هو كان يوم العيد الذي كان يحتفل به المصريون قديما الذي يسمى في عند المصريين حتى الآن يوم شم النسيم، والذي يسمى في بعض البلدان عيد النيروز أو النوروز هو عيد الربيع. فهذا اليوم الناس كانوا بيجتمعوا فيه، ففي هذا اليوم الناس بالفعل موجودين ومتجمعين وكذا، فنعمل هذه المباراة بين فرعون وبين السحرة. فهذا يوم الزينة، هذا يوم العيد، الناس متفرغين من أشغالهم وهكذا. طيب، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ برضو خد بالك معاي، مش هنا بيقول الناس يا جماعة يعني هل أنتم مجتمعون يعني ياريت تيجوا تشوفوا، لا، ده هو هل أنتم يعني لابد أن تأتوا على سبيل الإلزام مش على سبيل العرض. فهو هنا أيضا إيه الإعلام بيحشد، الإعلام الفرعوني بيحشد لهم إيه يا جماعة لازم الكل يروح ويحضر هذه المباراة وهذه المناظرة حتى يعلم الشعب جميعا أن موسى كذاب. فإيه مش هل أنتم مجتمعون يعني إيه أنتم إيه عندكم الحرية تيجوا وما تجوف، لا لا، ممكن يكون هل أنتم دي جاءت بهذه الصيغة لأنه وسيلة العرض قد تظهر للناس إن هي يعني إيه فيها نوع من عدم الإلزام حتى لا ينفضح الأمر أمام الناس إن إحنا كمان بنتجرى عشان نشوف حاجة، لا يعني فيها إيه إغراء ما بين الناس تروح تحضر، وإن كان الحقيقة في الأمر إن هو إلزام وليس عرض. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون يعني تعالوا عشان تشوفوا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حاجة غريبة جدا، يعني هم الإعلام الفرعوني بيقول للناس يا جماعة هيحصل كذا والنتيجة كذا قبل ما يحصل، يعني بيقولوا إيه تعالوا عشان السحرة هيغلبوا، تعالوا علشان في اليوم ده هيظهر كذب موسى. مش ده بالله عليكم الإعلام بيعملوا حتى يومنا هذا؟ عشان لما نقول لحضراتكم القرآن فيه داء كل دواء الناس تصدق. الإعلام الفرعوني شوفوا إزاي شغال، شوفوا إزاي شغال الإعلام الفرعوني. فقال لك لعلنا نتبع السحرة، يعني يا جماعة تعالوا خدوا بالكم إن أنتوا هتشجعوا مين؟ السحرة. أنتوا مش جايين تتفرجوا على مباراة وكل واحد يختار الفريق اللي هو عايزه، لا، ده أنتوا جايين ومهمتكم تشجعوا السحرة عشان النتيجة في الآخر هتنتهي لصالح السحرة. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طبعا هم ما يقدروش يجزموا ان هم الغالبين عشان برضو الموضوع بقاش فجأة قوي، لكن هو ايه في إعازة كده في النص ان ايه السحرة خدوا بالكم يعني السحرة رجالتنا اللي هيكسبوا، يعني خدوا بالكم الموضوع ايه تحت السيطرة. لعلنا نتبع السحرة، نتبع السحرة في ايه؟ على دينهم، فنتعلم منهم السحر ونأله فرعون ونقر لفرعون بالغلبة والأمن يستتب وكده. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. شوف السحرة لما جم، برضو خد بالك الآيات بتظهر نفسيات الناس المقربين أو اللي يقوموا بخدمة الأنظمة الفاجرة زي النظام الفرعوني ده، إن المسألة كلها يا أخوانا مش مسألة والله مثلا إيه العلم الحضارة التقدم نبني الأهرام الأمم تتقدم اللي هو الحاجات اللي هي بيصدرها للناس الغلابة، لا، موضوع كله موضوع مصالح وفلوس، موضوع مصالح. عشان كده حتى الناس اللي كتبوا في الممالك وكيف تقوم الممالك وكيف تقوم الدول قال لك الناس تسيطر عليهم إما بالحب أو بالمال، يعني عشان تحكم ناس يا إما يحبوك يا إما يخافوا منك،
ولما هيخافوا منك برضو مش هينفع تحكمهم قوي، لازم ترش رشة كده على الناس الرئيسيين في الدولة عشان يدعموا ملكك. فلازم يبقى في ايه، الحاكم كده بيرش رشة جريئة، يعني في ناس مرتباتها دايما عالية محدش يجي جنبها، هم أركان الدولة، دول لازم مرتباتهم تبقى عالية عشان ايه الحكم يستتب. فهم السحرة دولت من أركان دولة فرعون، فهم جايين عايزين الحوافز، يعني هم بالفعل ليهم ايه، ليهم مخصصات، فهم جايين عايزين ايه الحوافز المالية بتاعت اللقطة دي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني هل ستعطينا مكافأة من المال نظير هذا الجهد الذي سنبذله لك إن كنا نحن الغالبين لموسى. طبعا أكيد خذوا بالكم القرآن ما بيسردش كل التفاصيل، لكن التفاصيل أنت القرآن بيطويها لأنها معلومة، يعني أكيد فرعون وعده دي القرآن ما جابهاش لأنها مفهومة في سياق الأنظمة اللي شبه النظام الفرعوني كده. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. طيب إذن فرعون وعدهم قال لهم نعم لكم عندي أجر عظيم وستكونون من المقربين من حاشية قصري، وتيجوا كده يتسلوني كل يوم حد ولا كل يوم اثنين ولا كل يوم ثلاث بالأعمال السحرية بتاعتكم، وهنجيب لكم وظيفة ونجري لكم الرواتب وكده. فإيه وإنكم إذا لمن المقربين. طيب فلما وعدوا بذلك وذهبوا لملاقات موسى عليه السلام، سيدنا موسى هو الذي بادر وقالهم ألقوا ما أنتم ملقون، يعني هاتوا اللي عندكم، اطرحوا في ساحة المباراة ما تريدون إلقاءه من السحر فأنا أتحداكم، يعني ده كلام سيدنا موسى، ألقوا ما أنتم ملقون، فيها يعني معنى الثقة في الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا موسى هو اللي يبادر ويقول لهم يعني ألقوا ما أنتم ملقون، هاتوا اللي عندكم ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، السحرة طرحوا ماذا في الساحة؟ الحبال والعصي. هذه الحبال والعصي تحولت إلى ماذا؟ إلى ثعابين. طبعا تحول هذه الحبال والعصي إلى ثعابين لم يكن تحولا حقيقيا، وإنما كان بسحر. يعني بسحر؟ يعني مجرد تخييل، مجرد إيه؟ تخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تفعى. يعني كأنه بالضبط اللي حصل كالآتي، العصاية قدامك لكن أنت مش شايفها، أنت شايف شاشة عليها تعبان، فيهيأ إليك من قوة الجرافيك أنه اللي على الشاشة ده اللي أن العصاية دي اللي لسه ملقاة دي تحولت إلى ثعبان. فده اللي يحصل في السحر بالضبط، تخييل. طيب العصا في حقيقتها ما زالت عصا، الحبل في حقيقته ما زال حبلا، لكن انت عليك بيحصل فيها مشكلة، فبتشوف الحاجة ايه كأنك كده ايه ما بين اليقظة والنوم، لكن في عينيك بس مش مخك، فكأن عينيك هي اللي بقت ايه كأنها نائمة نعسانة، فلذلك هذا سحر للعين، سحر للعين. زي بالضبط كده كأني جبت شاشة أنا بفرجك على حاجة مثلا، وبعدين عشان أخدعك رحت جيب لك شاشة تانية خالص قلت لك خد اتفرج على دي، رحت حاططها بين الشاشة دي، حاططها بينك وبين الشاشة اللي تتفرج عليها الأصلية، فأنت بقيت شايف حاجة تانية خالص وأنت تظن أنك تشاهد الإيه الشيء الأول الذي كنت تشاهده. طيب فإذا ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، بعزة فرعون بعظمة فرعون. طبعا ايه دي حتة كده ايه عشان الزعيم يتبسط، هم برضو الناس مش سهلين عارفين ازاي الزعيم بيبقى مبسوط، فانت لازم تحطه في كل اي في اي جملة مفيدة لازم تجيب ايه سيرته، لازم تقول ايه يعني ايه ويعني حاجات يعني ايه تمجده. وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، فحلفوا بفرعون لأنهم ما كانوا يعرفون إلها ولا متحكما ولا متجبرا غير فرعون. طيب سيدنا موسى عليه السلام ما أتى به ليس سحرا، سيدنا موسى
العصا تتحول حقيقة إلى ثعبان. الله عز وجل يقول لهذه العصا كوني ثعبانا فتكون ثعبانا، كن فيكون. هي نفسها تتحول، مش حاجة تانية، مش حاجة تانية. طيب الساحر اللي حول لك العصاية لثعبان ده، لو حضرتك كنت واقف بتتفرج عليه قريت قل أعوذ برب الفلق ولا المعوذتين ولا آية الكرسي، سحره يبطل وسترى هذه العصا عصا، ويمكن يسيب المكان اللي هو بيعمل فيه السحر ويمشي يتأذي. لكن سيدنا موسى عليه السلام الثعبان يعني خلاص هو ثعبان. فلذلك أول من أدرك هذه الحقيقة، حقيقة أن ما أتى به موسى ليس سحرا، مين؟ السحرة. فلذلك إيمان السحرة لزم فرعون وقومه، إيمان السحرة ألزم فرعون وقومه. يعني ألزم فرعون وقومه؟ يعني لما آمن السحرة كان إيمانهم حجة على فرعون، مع أن فرعون مش ساحر. يعني فرعون إيه؟ مش ساحر. ليه كان حجة على فرعون؟ لأنه إذا كان اللي أكبر منك في علم السحر أقر أنه ليس بسحر وأنت لست بساحر، فإذا أنت من باب أولى تقر أنه ليس بسحر. نفس الكلام يا أخوانا بنقوله على إعجاز القرآن. ناس كثيرة تقول لك أنا دلوقتي القرآن بيقول أنه هو معجزة لأنه في بلاغة وفي بيان وفي كده وفي يعني أسلوبه عالي. طب أنا ما عرفتش ده بنفسي. يقول لك يلزمك الإيمان بإعجاز القرآن لأنه لازم وأقر به أهل اللسان. يلزمك الإيمان بإعجاز القرآن ليه؟ لأنه لازم وأقر بهذا الإعجاز مين؟ أهل اللسان من العرب القدامى ومن الأدباء المحدثين. هات كده أي واحد مشتغل بالأدب في عصرنا قول له إيه رأيك في أسلوب القرآن؟ ما تجيبليش واحد نص تعليم انجليزي مش عارف اصلا يقرا كلمتين عربي على بعض يقول لك فين اعجاز القران ده. يا عم انت عارف تتكلم كلام الناس الاول، اضبط كلامك الاول وبعدين تعالى اتكلم على القران. فانت هات اي واحد درس الادب العربي وخليه يحكم على اسلوب القران. طه حسين واحد من الناس دولت، وطه حسين ليس من طائفه المشايخ، كان يقول كلام العرب على ثلاثه انحاء، شعر ونثر وقران. يعني القرآن ده نوع تاني لوحده ليس له مثيل في لسان العرب، لا هو شعر ولا هو نثر، جمع بين محاسن الشعر والنثر. إذا كما لزم فرعون أن يؤمن بموسى لأن السحرة آمنوا بموسى، كذلك يلزم من لا يتذوق بلاغة القرآن أن يؤمن بالقرآن لأن أرباب البلاغة أقروا بالبلاغة والإعجاز. مفهومة دي يا أخوانا؟ طيب فإذا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. سيدنا موسى لما ألقى عصاه ما الذي حصل؟ انقلبت حية عظيمة وابتلعت ما أمامها من الإيه؟ من العصي، وابتلعت أمامها من الحبال التي كان يراها الناس على أنها إيه؟ ثعابين. فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون يعني تبتلع في فمها ابتلاعا حقيقيا ما يأفكون، يعني ما يموهون به وما يزورون به على الناس. يعني ابتلعت الحية الزور، الحية لا تبتلع الزور حقيقة، وإنما الحية تبتلع إيه؟ ما يزور به. إيه اللي بيزور به؟ العصي هي وسيلة الزور، فالحية ابتلعت وسيلة الزور. فإيه؟ فلما ابتلعت وسيلة الزور إيه اللي حصل؟ ما عاد هناك زور. طيب فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن نحن غالبون، فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. السحرة علموا أن ما فعله موسى ليس سحرا ولا خداعا، ولا هو من قبيل التلاعب الذي يقومون به، بل أدركوا أنها آية عظيمة من آيات الله عجيبة لم يروها قبل ذلك،
فخروا لله عز وجل ساجدين دون تلكؤ. شوف هنا بيقول لك ايه، فألقي الفاء للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب، يعني مباشرة بمجرد ما رأى هؤلاء السحرة ثعبان موسى وابتلاع هذا الثعبان الحقيقي لما موهوا به على الناس، مباشرة ألقي السحرة ساجدين. وسبحان الله، موقف السحرة ده من أعجب المواقف اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته. ناس دخلوا قصر فرعون كفر يريدون رضا فرعون، خرجوا بعد دقائق من هذا القصر أولياء لله، خرجوا أولياء لله. وشوفوا الإيمان يا أخواننا لما بيدخل القلوب إزاي الشخصية بتتغير تماما، حتى إن الإنسان بينكر نفسه، الإنسان خلاص ما بيعرفش نفسه، يبقى إنسان مختلف تماما. السحر اللي كان همهم الدنيا في الأول خالص، إيه هتدينا إيه، نحن هنروق لك موسى، إحنا هنبطل ما يأتي به موسى، دلوقتي يقولوا لفرعون بعد شوية إيه، لما يقول لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، متشنيعة متشنيعة. شوفوا ردهم عليك هيكون إيه، لا ضير لا ضير، يعني لا ضرر علينا من عذاب الدنيا، أمال المشكلة فين؟ في عذاب الآخرة. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إحنا أملنا في الله إن ربنا يغفر لنا خطايانا، شركنا بالله، محاربتنا لموسى، أن كنا أول من عرف الحق وآمن به. شوفوا هذا الانقلاب العجيب يا أخوانا. طبعا السحرة دول لما تيجوا، لو ربنا كان كتب لهم حياة وجيتوا تحكي لهم عن حياتهم، ان هم ازاي كانوا بينصروا فرعون، وازاي بيخيروا على الناس، وازاي بيسحروا الناس، وازاي بيسخروا الناس لفرعون، وازاي وازاي، يقول لك يا كم كنا في ضلال مبين، وما يصدقوش ابدا ان هم عملوا كده في يوم من الايام. لانه يا اخواننا الايمان فعلا بيجدد النفس، الانسان كانه فعلا قلع ثوب غير نظيف ولبس ثوب جديد، لكن الثوب الآن مش ثوب من القماش، ولكنه قلب جديد، قلب كان أسود، الله غير موجود فيه تماما، الله لا يخطر الإنسان على بال، إلى قلب أبيض عامر بالإيمان وبذكر الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى. حتى إن الواحد إذا قلبه امتلأ بالإيمان يتكسف من حاله القديم. والعلماء ذكروا ان من معاني غفران الذنوب ان ربنا ينسيك الذنب، ان ربنا ينسيك الذنب، انك ما تبقاش فاكر انك عملت الحاجات الغلط دي، ان انت نسيتها نفسك، انت ما بقتش تفتكرها، او انت بقيت تستبعدها، او دي حاجات ما بقتش تيجي على ذاكرتك خالص. ليه؟ انها غفرت. طيب طول ما انت فاكرها كويس بتفاصيلها، وكمان بعد ما اسمك تبت فرحان بيها مثلا وتتمنى ترجع لها، يبقى التوبة لم تحدث بعد، التوبة لم تحدث بعد. توبة معناها قطيعة مع الماضي، معناها صفحة جديدة، معناها خجل من المعاصي، معناها تغيير الأرض تماما. الناس اللي كانوا سبب في معاصية خلاص بعرف ناس تانيين خالص غيرهم علشان أحط نفسي في بيئة وفي محيط جديد. فإذا مسألة سحرة فرعون بصراحة قصة من أعجب القصص، وتدلك على أن رحمة ربنا واسعة، وأنك ما تستكترش على حد أن يكون ولي من أولياء الله في لحظة، وأنك لا تتكبر على أحد بحفظك للقرآن، ولا بحضورك للدروس، ولا بمش عارف بتربيتك، ولا بأنك مش عارف مش زي فلان ولا زي علان أبدا. أي حد في الدنيا ممكن في لحظة، في لحظة فتح، في لحظة في ليلة قدر، في لحظة استجابة الدعاء، يوصل لربنا قبلك بمراحل وانت لسه محلك سر. سحرة همت انقلبوا وصاروا أولياء لله سبحانه وتعالى في لحظة، وما زلنا حتى الآن نذكرهم ونترضى عليهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. سبحان الله، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا. طيب، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. فرعون ما زال
في عالمه الوهمي انه مفكر انه الايمان يحتاج الى اذن منه هو. انتوا ازاي تعملوا حاجه من غير اذن؟ اللي هو العقليه الايه؟ العقليه الفرعونيه، اللي هو متصور انه الناس ما تتنفسش الا باذن منه. لازم الناس ما تتنفسش، ما تاكلش، ما تشربش، ما تتجوزش الا لما تاخد الاذن الاول من سيادته. مفيش حريه. معنى ان الناس احرار مكرمين، الله كرمهم، الله خلقهم، ده لا يخطر له على بال. الناس عنده عبارة عن عبيد، أدوات، عساكر شطرنج يحركهم زي ما هو عايز. معنى الكرامة الإنسانية لا يخطر أبدا على الفرعون أو الفراعنة الذين جاءوا من بعده. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. أنتوا إزاي تؤمنوا؟ ده مش التوجه بتاعنا، ده مش توجه الدولة أن احنا نؤمن بموسى. لازم تاخدوا الإذن الأول مننا قبل أن تؤمنوا. إنه لكبيركم الذي على طول بقى إيه؟ لما برضو الأنظمة الفرعونية لما بتفشل على طول بتعمل إيه يا أخوانا؟ ماذا يفعلون؟ يعني والله هذه الآيات يا جماعة يعني يجي وسدت علم النفس يفسروها. شوفوا بقى الأنظمة ماذا تفعل، اللي هي الأنظمة المتكبرة المتجبرة، ماذا تفعل لما تفشل؟ مباشرة يلجؤون إلى نظرية المؤامرة. يعني ما يجيبش أبدا الغلط عنده، إحنا ما بنغلطش، إحنا النظام كله تمام، كل حاجة صح، كل حاجة زي الكتاب ما بيقول، وكل حاجة تمام، ما فيش حاجة غلط. طيب إيه أمال إحنا فشلنا ليه يا جماعة؟ نظرية المؤامرة على طول. نظرية المؤامرة، إذن موسى ده بقى هو المعلم بتاعكم اللي كان بيعلمكم السحر، وانتوا اتفقتوا مع موسى انكم تعملوا قدامنا التمثيلية ديت علشان يظهر امام الناس ان موسى على حق. دي مؤامرة كبيرة قوي في حق دولتنا المصونة. انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. يلجأ بقى مش للحوار، مش لمقارعة الفكرة بالفكرة أبدا، ده لا يخطر له على بال، وإنما ماذا يفعل؟ على طول البطش، على طول الإيه؟ البطش والتعذيب والسجن والإيه والقتل وكده. ده الإيه؟ دي اللغة التي يفهمونها. فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. طب يا أخي أنت عايز تقتل، هم تقتل وتريح، لكن لا، إزاي يقتل مرة واحدة كده مثلا، يقطع رقبة مرة واحدة ولا رصاصة ولا حاجة خلاص؟ لا، لازم يعذب الأول. في كده ايه، في شخصيه بيسموها في علم النفس شخصيه سيكوباتيه، تتلذذ بتعذيب الناس، هو يحب كده الناس يشوفهم بيتعذبوا. فهو يعمل ايه حضرته؟ لو قطع عنا ايديكم ورجلكم من خلاف، يعني هيقطع الايد اليمنى مع الرجل اليسرى، الايد اليمين مع الرجل الشمال، او العكس، او الايد اليسرى مع الرجل اليمنى. ومش كده وبس، لا، وبعد كده هياخدهم يصلبهم ويشهر بيهم امام الناس عشان يخوف بقيه الشعب انه يسير على خطاهم او انه يؤمن مع موسى عليه السلام. ازاي تخالفوا توجهات الدوله العليا؟ ازاي تخرجوا على النظام العام؟ ده كلام خطير جدا، وايه، ويؤذي النظام بتاعنا، النظام الفرعوني بتاعنا ده. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. أولياء الله الصالحين ماذا قالوا؟ قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. نظرهم مش على النفع أو الضرر الدنيوي. وهكذا المؤمن يا أخوانا، المؤمن لا ينظر أبدا لضرر أو نفع دنيوي، عينه على الآخرة. المؤمن عينه على الآخرة، معاييره الآخرة. ما يجيش ابدا وهو بيعمل اي عمل يقول طب الناس هتقول ايه، طب شكلي هيبقى عامل ازاي، طب مش عارف، كل ده صفر على الشمال ولا ليه اي قيمه. معنى ان انت بتفكر فيه ان انت لسه المعايير والموازين عندك مختله، لسه اعور، مش شايف حاجه. امتى بقى حضرتك تبقى عندك بصيره وشايف كويس؟ لما معاييرك تبقى اخرويه. ايه اللي هيرضي ربنا، ايه اللي مش هيرضي ربنا، ده معيار. يبقى انا بحط في كفه ما يرضي الله، الكفه الثانيه ما لا يرضي الله، ودايما كفة ما يرضي الله هي اللي راجحة عندي. يبقى انا دايما عندي امور كده، مش الناس، مش المنظر العام، مش عارف الايه، لا، الامور عندي هكذا واضح. هل هذا الامر يرضي الله ولا لا يرضي الله؟
موضوع بقى ان الناس تحبه تكرهه، شكلي، منظري، اولادي، فلوسي، وظيفتي، كل ده ليس له قيمة امام ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيدينا المعايير والموازين دي في القرآن بصورة واضحة وصريحة، ولا تحتاج منا الى اجتهاد ولا تأويل، بس احنا للأسف مش واخدين بالنا. الله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل حط 8 دول في كفة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أنت تحط كل الدنيا دي في كفة ورضا الله سبحانه وتعالى في كفة، يبقى لازم دايما ترجح كفة ما يرضي الله ورسوله. إذا تعارض حب الله مع حب الوالدين أو حب الأولاد أو المال أو الجاه أو الوظيفة أو منظرك قدام الناس أو كل المعايير والموازين الفاسدة اللي الناس بيحطوها لنفسهم ديت، وانت حضرتك ذهبت إلى هذه المعايير الفاسدة، يبقى انت عندك لسه في غبش في الرؤية، لسه في عمى في البصيرة، وتحتاج إلى من يزيل عنك هذا الغبش وهذا العمى في البصيرة عياذا بالله تعالى. فشوفوا سبحان الله، الإيمان إذا كان صادق الرؤية بتتضح مباشرة، يعني خلاص على طول الرؤية بتكون واضحة، طالما في الله، في آخرة، في جنة، في نار، خلاص يبقى الواحد مباشرة ماشي في الطريق ده. احنا المشكلة دلوقتي اللي عليها مع المسلمين ان احنا عايشين مع مسلمين لكن بيفكروا بعقليات ملقلقة، يعني مش واخدين الامور بالجدية الكافية. شوفوا الفراعنة هنا، السحرة هنا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. شوفوا الامور واضحة ازاي يا اخوانا، واضحة 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 جدا، مع انهم ما سمعوش ولا كلمة من موسى ولا حديث ولا آية ولا حاجة خالص، لكن كان ما سمعوه عن موسى قبل ان يأتوا وما ظهر امامهم كافي في انهم يعرفوا الحقيقة ويدركوا الحقيقة. خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى وضع في كل واحد منا فطرة سليمة تدله على الله سبحانه وتعالى. طيب لما ده حصل وخلاص كده فرعون ظهرت أمامه الحجة، وأقام الله عز وجل عليه الحجة بأكثر من طريق. أولا سيدنا موسى عليه السلام جاءه بالمعجزات المختلفة، ثانيا السحرة آمنوا أمامه، فلزمه إذن زي ما قلنا أن يؤمن، لأنه ما أتى به سيدنا موسى ظهر بالدليل والبرهان أنه ليس سحرا. فالآن أقيمت الحجة على فرعون، وإذا أقيمت الحجة على فرعون فلم يبقى بعد ذلك إلا أن يؤمن أو يعذب. فلذلك كان لازم سيدنا موسى عليه السلام يخرج من أرض اللعنة، من أرض العذاب، من الأرض التي سيحل عليها نقمة الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. يبقى الواحد يا أخوانا إذا كان قاعد في أرض مش قادر فيها يعبد الله سبحانه وتعالى، يبقى ببساطة يذهب إلى مكان يستطيع فيه أن يعبد الله، تبقى إيه؟ هجرة في الله سبحانه وتعالى. إذا كان بلدك اللي أنت اتولدت فيها عارف تعبد فيها ربنا، يبقى يا سلام، يبقى زيادة الخير خيرين. مش قادر تعبد الله فيها، مش قادر تقيم شعائر الله فيها، أنت مفيش حاجة بتلزمك أبدا أن أنت ترضى بالمذلة والمهانة وتتعلل بأنك مش قادر تعبد الله عشان والله أنت مستضعف. لا، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. سيدنا موسى أوحي إليه إنه لابد أن يسير، أسر يعني يسير ليلا، يعني أخرجوا بالليل متخفين، طبعا لأن سيدنا موسى وقومه كانوا ضعفاء مستضعفين، لا عندهم جنود فرعون ولا آلات فرعون الحربية ولا نفوذ فرعون ولا رجال فرعون ولا مخابرات فرعون ولا أي حاجة خالص، غلابة. هيمشوا إمتى يا عيني؟ بالليل. الغلابة دولة أخيرهم يمشوا بالليل. أن أسري بعبادي إنكم متبعون. وكمان لما هتمشوا بالليل خد بالك البصاصين في كل مكان هيبلغوا فرعون ومخابراته فهيمشوا وراكم لما يعرفوا، فأنتوا ربنا بيعرفوا أهو هتمشوا بالليل لأنه أكثر أمانا، وعرفوا أن هم هيمشوا وراكم لما هيبشموا خبر هيمشوا وراه. إنكم متبعون يعني في الروم وجنوده متبعوكم ليحولوا بينكم وبين الخروج من أرضهم. طب ليه مش عايزينهم يخرجوا؟ طب ما يسيبوهم يخرج، يعني طالما موسى ومن معه مزعجين كده للنظام، طب ما يسيبوهم يخرجوا؟ لا،
احنا قلنا بقى في شخصيات اللي ايه الانظمه السيكوباتيه دي، يقول لك لا انا اتلذذ وانا شايف خصومي كده قاعدين قدامي مذلولين، اسجنهم بقى، اشويهم، اقليهم، اذلهم، اعملهم ايه، انا بقى ايه يعني عايزهم جنبي كده، عايزهم معايا يعني، مفيش رحمه. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون، فارسل فرعون في المدائن حاشرين. فرعون لحق نفسه مباشره. طبعا الموقف كان في يوم الزينه، يعني كل القنوات بتنقل الموضوع، والموضوع الناس كلها شافته وكده، لكن اللي حصل ايه؟ ان الموضوع انتشر، وانتشر على خلاف الخطه اللي كانت موضوعه سلفا، اللي هي خطه ان الفائزين الرجاله بتوعنا. فيعمل ايه بقى؟ لازم الاعلام بسرعه يلحق عقول الناس قبل ما تفكر. فيعمل ايه؟ فارسل فرعون في المدائن حاشرين. حاشرين يعني ايه؟ ناس يوعظوا للناس. ارسل فرعون الشرطه بتاعته في كل مكان، الدعاه بتوعه في كل مكان، المتحدثين باسمه في كل مكان، انه يا جماعه لا تنخدعوا، هؤلاء شرذمه قليلون، الامن مستتب ما تقلقوش. هؤلاء شرذمه قليلون، يعني دول ناس، دول حبه ارهابيين، هنقضي عليهم بسرعه والامن هيستتب ما تقلقوش، احنا ايه؟ احنا جامدين قوي. ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون، وانهم لنا لغائظون يعني هم قليلون لكن هم سببوا لنا الغضب. لماذا أغضبونا؟ لأنهم خالفوا ديننا وخالفوا النظام العام وخرجوا على فرعون ووضحوا أن فرعون ده إنسان عادي، لا هو إله ولا حاجة، وأنه هو يعني ممكن برضه يعني يغلط، وأنه هو ممكن حد يصحح له، سبحان الله، حاجات جديدة جدا الناس ممكن يكتشفوها فتبقى خطر. وأن الناس دولت خدوا بالكم هدفهم انتزاع الحكم، انتزاع الحكم من فرعون علشان يحكموكم ويستعبدوكم، فاحنا اللي بنحفظ لكم الامن والاستقرار. فايه؟ فما تدوش قدامكم لحد. فهم بسرعه 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 عايزين يلموا الفضيحه اللي حصلت علشان الناس ما تتاثرش وتبدا تفكر. انه اخطر حاجه على هذه الانظمه الفرعونيه انه الناس تفكر. فلذلك لازم عمليه الهاء مستمره. لازم من لهو اللهو، من لهو اللهو، من لهو اللهو، عشان الناس تبقى السكينه دايما سرقاها كده باستمرار. فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. احنا واخدين بالنا منهم قوي ومستعدين، لان هؤلاء يريدون انتزاع الحكم منا، يريدون استعبادكم، يريدون بالبلد شرا، يريدون كذا، واحنا الحمد لله الخطط الموضوعه عندنا كلها خطط يعني وضعها ناس خبراء ما تخرش الميه، فالحمد لله اطمئنوا على امن بلدكم وكده. وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات المعيون. طبعا الاستعراض، استعراض القوه هذا واقامه الحجه وعدم الايمان بها، مع عدم إعطاء فرصة للتفكير، مع الرغبة في تعذيب المؤمنين، مع الرغبة في السيطرة على الناس بهذا الشكل، كل هذا من أسباب زوال النعم. الكفر بالأنبياء من أسباب زوال النعم، استعباد الناس وقهرهم ونشر الفقر بينهم من أسباب زوال النعم، حتى لو أنت غني وقعد في أسرك ومبسوط، أسباب زوال النعم. الكذب على الناس وعدم قول الحقيقة في وسائل الإعلام وفي غير من أسباب زوال النعم. فإذا الله عز وجل يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. أخرجناهم، يبقى اللي حصل ده لهؤلاء الجبارين كان استدراجا من الله سبحانه وتعالى لهم. أخرج الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه من هذه البساتين وهذه القصور وهذه العيون الجارية وهذه الأموال الطائلة التي كانوا يتمتعون فيها، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كنوز قلنا الذهب والفضة، مقام كريم يعني من رفعة وعلو وعلم وثقافة وحضارة كان ممكن فرعون يحافظ على هذه الدولة العظيمة التي بناها، الحضارة والتقدم في الطب
والتقدم في الهندسة والتقدم في الفلك، كل دي حقائق، لكن كل هذه يا أخواننا إذا لم تغلف بغلاف الرحمة، بغلاف التواضع، بغلاف العبودية لله، تؤطر بإطار إنها في طاعة الله، تتحول إلى نقمة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى محى هذه الحضارة، فربنا نزلهم من مقام كريم إلى مقام غير كريم، وكنوز ومقام كريم. ربنا أخرجهم من جنات وعيون، وأخرجهم من كنوز، يعني أخذ منهم هذه الكنوز وأخرجهم من مقام كريم. طيب من الذي ورثها؟ بنو إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يبقى الذي ورث هذا كله بنو إسرائيل الذين كان يضطهدهم موسى عليه السلام. وبنو إسرائيل المراد بهم المؤمنون من أتباع موسى، عشان ما يجيش حد يقول لك ده القرآن عندكم بيقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يبقى إذن مصر دي بتاعت اليهود. القرآن بيتحدث عن المؤمنين، المؤمنين الذين أذن الله لهم بوراثة الأرض. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. طيب إذن الأرض يرثها من؟ الأرض يرثها عبادي الصالحون. في هذا الوقت، في هذه البقعة من العالم، كان الصالحين مين؟ القبيلة اللي اسمها بني إسرائيل، فلذلك هي المستحقة لأن ترث الأرض. طيب بنو إسرائيل بدلوا وغيروا وحرفوا، يبقى مقامهم مع فرعون على طول، مقامهم مع فرعون مباشرة. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين يعني صار جيش فرعون أو الجيش بقيادة فرعون في أثر موسى وقومه وأصحابه المؤمنين على الطريق مشرقين، يعني صار وراءهم على الطريق مشرقين، يعني في وقت شروق الشمس، يعني عقبال ما طبعا سيدنا موسى مشي بالليل، كأنه عقبال ما فرعون جمع الجنود ويلا ده احنا اكتشفنا المؤامرة والخونة هيخرجوا دلوقتي بر البلد، يلا بسرعة جمع الجنود ونظم الدنيا، كان ايه الصبح طلع. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان يعني رأى المؤمنون قوم فرعون أو جنود فرعون، ورأى جنود فرعون المؤمنون، يعني خلاص بقى قصد بعض، أدركوهم يعني خلاص أدرك المؤمنون، فإما يقتلوا أو يموتوا أو تقوم بينهم معركة، المهم إن هو تراءى الجمعان بقوا شايفين بعض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني فرعون سيدركنا لا محالة. لماذا؟ لأنه لا طاقة لنا بهذا الجيش العظيم. وفرعون يا أخواننا جيشه كان عظيم، جيش مسلح بأحدث الأسلحة، جيش منظم كده. طبعا أتباع سيدنا موسى لا مسلحين ولا في جيش ولا حاجة، هم ناس غلابة معهمش غير إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. إنا لمدركون خلص. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى إذن سيدنا موسى عليه السلام وثق في ربه سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا لن يدركونا. يبقى سيدنا موسى هنا قام بدوره كنبي ورسول مبلغ عن الله، وقام بدوره كقائد، القائد الذي يثق في الله سبحانه وتعالى والذي يطمئن جنوده في الأوقات العصيبة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالضبط في أكثر من موطن في السيرة. أما الصحابة فروا في حنين، هو الذي ثبت صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع سيدنا أبو بكر في الغار، لا تحزن إن الله معنا. إذن كده إيه النبي الرسول الذي يعلم صدق ما أوحي إليه، كلا إن معي ربي سيهدين، اليقين لا يتزعزع، فهو الآن طمأن المؤمنين وانتظر المعونة وانتظر التأييد من الله سبحانه وتعالى. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.